أهلا بكم من جديد. باتت غالبية الملاعب المغربية جاهزة لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للمحليين، حيث أصبحت ملاعب مراكش وطنجة وأكادير جاهزة لاستقبال المباريات، فيما تتواصل زيارات الأندية الأوروبية لملعب أكادير بهدف إقامة معسكرات في هذه المدينة الساحلية. التفاصيل في تقرير مراسلنا ياسين معراج. المغرب يستعد لتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يسحب ثقة من كينيا وليختار المغرب لتنظيم البطولة. ملاعب أكادير، مراكش، الدار البيضاء وطنجة ستحتضن المنافسات. ملعب أكادير يواصل احتضان مباريات الدور المغربي ويستعد بشكل عادي لاحتضان منافسات المجموعة الرابعة. قمنا بصيانه ديال العشب في شهر اكتوبر تزامنا مع توقف البطوله بمناسبه مباراه ديال المغرب والغابون، وكذلك الحسنيه كانت عندها مقابله خارج الميدان. استغلينا ديك الظرفيه وقمنا بصيانه ديال العشب ديال الملعب. كما كتشاهدوا فالعشب اليوم في حاله جيده. ملعب اكادير استقبل قبل 4 سنوات منافسه مونديال الانديه. انديه اوروبيه عديده تقوم بتحضيراتها السنويه في اكادير. وفد من نادي استون فيلا الانجليزي يتواجد باكادير مع امكانيه احتضان المدينه لمعسكر اعدادي في اقرب فرصه. الملاعب والبنية التحتية هنا في أكادير جيدة ومميزة. قمت بزيارة للملعب خلال اليوم الأول، الجولة كانت رائعة. إنه ملعب يتسع لأكثر من 45,000 متفرج وهو أمر جيد. ما أثار الانتباه كذلك ملاعب التدريبات، العشب جيد، الظروف بشكل عام احترافية. ملعب مراكش احتضن منافسة مونديال الأندية في مناسبتين. الملعب أغلق أبوابه في وجه الجماهير من أجل تجديد عشبه قبل انطلاق فصل الشتاء. أغلب مرافق الملعب جاهزة لاستقبال مباريات المجموعة الثانية. التظاهرة عندها خصوصيات ديالها، التزامن ديالها في الفترة الشتوية جعلنا باش نقوموا بتهيئ العشب الطبيعي للملعب بالنوعية ديال العشب اللي كتوالم الجو الشتوي ديال مدينة مراكش. ملاعب حديثة بسعة جماهيرية كبيرة. المنظمون أمام تحديات كبيرة لملء المدرجات خلال بطولة إفريقيا للمحليين، بطولة يتوقعها المراقبون أن تكون من بين الأنجح في تاريخ بطولات المحليين. ملاعب المغرب جاهزة لاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ملاعب احتضنت أكبر البطولات والمباريات، لكن الموعد القاري هو بمثابة اختبار جديد لمؤهلات المغرب التنظيمية. اسمارش بين سبورتس، مراكش.